كنوجد ان شاء الله لواحد الكليب اللي غيكون في لوموا 1 اللي يكون سينجل ان شاء الله حنا ختامين عليه. وكاين ان شاء الله في سيت كوم ديال رمضان ان شاء الله اللي غنكونوا في واحد السلسله مغربيه رمضانيه، وكنحضروا فيلم مع السي سعيد نصير ان شاء الله. وانا عندي دور يعني دور رئيسي في السلسله، وان شاء الله كنخليها مفاجاه للجمهور المغربي ان شاء الله. الصراحه خسرت عليه بزاف ديال واحد يعني خدا لي بزاف ديال الفلوس، مي الحمد لله حنا ما دخلنا لهذا الدومين، بغينا ندخلوا يعني محترفين وقدموا عمل احترافي اللي غيرضى الجمهور المغربي. اكيد دابا هذا هو السؤال المطروح يعني، ولكن هما اللي دخلوا لاباج نتفليكس غادي يشوفوا بان راه لاحوا بانهم غادي يكملوا ماشي الجزء الخامس، مي غيكملوا واحد الجزء اللي يكون ما بين سكيت جيم ولا كاز دو بابي سميتو برلين اللي غيتصور في الصين ان شاء الله. نعم، برلين غيتحدث على شخصيه برلين ديال لا كاز دو بابي تقريبا. تخربنا شويه بالاحداث ما نحرقوش المراحل. ديجي الخبر حصري مع علاش ما نكذبش عليك، دابا باقي ما خديتش قرار نهائي حيت الاعمال ديال الفنيه اللي غادي اللي متبع بها تقدر تبعدني على الرياضه شيئا ما، مي هذيك الساعه غيبقى لي القرار الاخر. عفوا انا سعيد نصير عطاك فرصه من الذهب، شنو تبغي تقول؟ وانا هذاك راه كيبقى الاب ديالي في مرتبه الاب، لان عطاني واحد الفرصه وعطاني واحد الثقه اللي ما عطاوهاش بزاف ديال الناس، وكنتمنى من الله انني ما نخيبش الظن ديالو ونكون في حسن الظن ديالو ان شاء الله. نعم، شي حاجه بغيتي تقول لي؟ كنبغيكم كاملين.